السلام عليكم. سؤال مهم، هو احنا لما دوسنا على زرار السبميت الفورم ده راح فين؟ بكل بساطة دورك كمصمم ويب لما بتعمل الفورم ده ان انت بتبعت الفورم ده على مكان معين، زي مثلا ما انا هديك اي ابلكيشن، اي ابلكيشن اقول لك املاه مثلا ووديني اي مكان، فهي نفس الفكرة تقريبا. انا هنا عملت علشان نفهم اكتر من حاجة، فانا عملت هنا المكان اللي الفورم ده بيروح عنده. انت مش لازم تفهم ايه اللي بيحصل في المكان ده، انت وظيفتك ان انت تبعتها. انا الباك اند، انا النهارده الباك اند وانت الفرونت اند، واحنا هنشتغل مع بعض. وظيفتك ان انت تبعت لي الفورم ده، اللي بيحصل بعد كده مش بتاعتك. متفقين؟ علشان بس انا عملت الموضوع ده عشان اوضح المثال، علشان اوضح الحاجه اللي انا عايز اشرحها. طيب اللي انا هعمله، انا هاخد هنا الرابط ده، هقول للفورم، الفورم ده بقى عايزه يعمل اكشن، عايزه لما ندوس سبميت يعمل اكشن يروح لمكان معين، يبعت لي الداتا دي فين. طيب هنا في الفورم هقول له عنده اتريبيوت اسمه اكشن، وبتدي له هنا رابط، بتدي له اسم صفحه، يعني ممكن اعمل صفحه تانية اسمها about.html واخليه يروح ليها. ممكن اعمل لو بستخدم اي لغه برمجه ممكن ادي له اسم الملف اللي انا ههندل فيه الموضوع ده هنا واخليه يروح ليها. بالنسبه لنا اخليه يروح على الرابط ده، رابط هنا ايا كان ايه الرابط، هو الموقع بتاعي عملت فيه زي صفحه كده علشان اطبق الفكره. خلينا نشوف هيتعمل ازاي او هيوصلنا ازاي او ايه اللي بيحصل. هنا هعمل ريلود، هكتب اسمي مصطفى، هكتب اي ايميل @a.c، كلمه المرور 1 2، سبميت. طيب هو هنا في مشكلتين حصلوا. الاولى انه ما جابليش اي داتا، زي ما انتم شايفين هي مشكله واحده الحقيقه، ان هو ما جابليش اي داتا. ليه؟ بكل بساطه بص للفورم ده، انت لو هتبعت الفورم ده لحد هيعرف ازاي ايه اللي فيه؟ يعني هعرف منين ان ده اسم؟ هعرف منين ان ده ايميل؟ هعرف منين ان ده باسورد؟ يبقى اكيد هنا عندنا برضه معلومه ناقصه اللي هو الاتريبيوت. فالانبوت ليه اتريبيوت اسمه نيم، النيم ده بتدي له نيم، يعني مثلا هقول له هنا ده نيم، ده اسمه يوزر نيم، يوزر نيم مثلا. طب ده النيم بتاعه ممكن يبقى ايه؟ يبقى ايميل، ايميل. طب ده كلمة المرور هيكون النيم بتاعها ايه؟ باسورد. ايه الفكرة منها؟ لما ابعت الابلكيشن لحد ويبص عليه ده نيم، انا عرفت ان ده نيم، ده باسورد، يبقى واضح ايه ده. طيب خلونا نطبق الكلام ده. ريلود، هبعت تاني اي اسم، اي بريد، اي كلمة سر، سبميت بالشكل ده. اليوزر نيم هنا، اليوزر نيم وصلني، وصلني ان في حاجة اسمها يوزر نيم والفاليو بتاعتها كذا، وفي حاجة اسمها ايميل والفاليو بتاعتها كذا، حاجة اسمها باسورد والفاليو بتاعتها كذا. انا اللي انا عايزك تفهمه ايه؟ انا الحتة اللي انت شايفها دي مش بتاعتك، دي بتاعتنا باك اند، مش بتاعتك انت دلوقتي. انا عايز هنا انت فهمت النيم، ان في اتريبيوت اسمه نيم، وفهمت ايه فايدته علشان لما تبعت الفورم ده لحد يعرف ان هو يتعامل معاه. كلير؟ طيب عندنا حاجه برضو مهمه جدا، وهي خليني شلت البيانات دي، خليني شلتها وعملت سبميت، الفورم هيتبعت، ده غلط. انت هنا بعت لي البيانات فاضيه، لا ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها ايميل فاضي، مفيش حاجه اسمها باسورد فاضي. فعندنا هنا برضو انت هنا بقى في عايز تدي برضو الانبوت معلومه، تقول له لو سمحت انت مطلوب، مد الفورم ده ما يتبعتش من غيرك، انت ما هاته تعالى، ما تجيش من غيره. طيب دي برضو اتريبيوت تاني اسمه ريكوايرد، بالشكل ده بقول له ريكوايرد، ريكوايرد مطلوب. الاسم مطلوب، والايميل كمان مطلوب، والباسورد كمان مطلوب. ريلود، لو جيت بقى زي المره فاتت شغلت دماغي ودوس سبميت مش هينفع. طيب هدخل هنا اسمي تاني @a.c، كلمة المرور أي حاجة، لو سبت حتى كلمة المرور بس، يعني قلنا بس يعني يجاملنا في واحدة ولا حاجة، سبميت مش هيرضى بالشكل ده. تمام، البيانات وصلت صح. طيب عندنا حاجة اسمها بليس هولدر، بليس هولدر فكرتها إيه؟ خليني أنا شيلت الليبل ده، شيلت الليبل ده، بس برضو في نفس الوقت أنا عايز الشكل كده يبقى لايت خفيف. يعني زي ما انتم شايفين البليس هولدر هو ايه؟ هو الحته دي، الحته دي اللي هو مكتوب هنا، اللي مكتوب جوه الانبوت بليس هولدر، اللي هي الفكره ايه؟ ممكن اشيل ده واخلي التصميم برده خفيف ما فيهوش كلام كتير،
يعني ممكن اقرب الاثنين دول من بعض، فبتبقى في افكار في التصميم بتبقى حلوه، وهي ممكن تدي بيها معلومات توضيحيه للمستخدم، تقول له ادخل بريدك الالكتروني يكون جيميل او ياهو بس، او تدي له انستراكشنز تعليمات. طيب هنا هاجي استخدم حاجه اسمها بليس هولدر عشان اوضح بقى. هنا خلاص انا كمستخدم دخلت مش فاهم ايه الحاجات دي، هديله معلومات، اقول له ايه ده، هقول له هنا بليس هولدر ادخل اسمك، ادخل اسمك هنا بليس هولدر ادخل البريد الالكتروني، بليس هولدر كلمه السر بالشكل ده. لو رحنا عملنا ريلود زي ما انتم شايفين ظهرت ادخل اسمك ادخل بريد الكتروني، فبقت واضحه بشكل كويس. يبقى في الدرس ده اتعلمنا ان في اتريبيوت اسمه نيم، فهمنا ايه فايدته، مش لازم نعرف ايه اللي بيحصل وراء الكواليس دلوقتي، لكن فهمنا ايه فايدته وان هو حاجه مهمه جدا. اتعلمنا ان في حاجه اسمها ريكوايرد، وتعلمنا ان في حاجه اسمها بليس هولدر. ده كان فيديو النهارده، يا رب ان شاء الله الشرح يكون واضح، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.